السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم مروة. اليوم إن شاء الله نحضر معكم الحرشة بالكوك والحليب والفاني، كتجي لذيذة جدا. هذه الحرشة العادية اللي كنطيبو في المقلات، ولكن مذاق مميز. فعندي هنايا جوج لاف ديال السميدة الرقيقة، ما يعادل نص كيلو ديال السميدة هذه اللي هزات ليا جوج لاف، وعندي ساشي ديال الفانيلا، ساشي ديال الخميرة، جوج كيسان علبة ديال الحليب، يقدر نزيدو او نقص على حسب السميدة، وعندي نص كاس علبة ديال الزيت، وعندي هنايا معلقة صغيرة ديال الخميرة المعجونة والملح حسب الذوق، وعندي هنا 50 غرام ديال الزبدة، وربعة المعالق ديال الكوك، ومعلقة كبيرة ديال العسل. بسم الله، غندير السميدة هي الاولى، وغنزيد عليها الزيت، بسم الله، غنخلطهم مزيان. هنايا راني دخلت الزبده كلها والزيت في الحرشه في السميده، غناخذ واحد شويه غنحتفظ به بحال هكا باش نرش المقله من تحت، غير هاد شويه قدر ديال كاس صغير. دابا غنزيد الكوك والملحه، غنزيد الساشي ديال الفانيلا والخماره، نخلط مزيان. هاد المكونات هادو كيخليو لينا الحرشة بحال اللي كناكلو في الغريبة، مكنحسش بلي راه الحرشة كتجي لذيذة جدا. نزيد معلقة ديال العسل، كيما عندهاش العسل او مبغاتش ديرو دير سنيدة، غير هاد العسل هذا كيخلي لينا ديك الطبقة المقرمشة اللي كتكون لتحت ديال الحرشة، ديك الطبقة الحمراء كتكون شادة، كتجي مقرملة ومن الداخل رطبة وهشيشة. صافي، هنايا راني خلطت، غنزيد الحليب الكاس الأول، غنزيد الخميرة، نضيف الكاس الثاني، غاديش نعجنها فقط، غنزيد مازال الحليب باقي خاصني الحليب، هنايا غنزيد نص كاس ديال الحليب حيت باقي خاص السميدة ديالنا ترطاو في الحليب، غنخليها تشرب غير شوية واحد 8 دقائق ونرجع باش نشكلها. هنايا الخليط راه مرتاح، غناخدو على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا، غنركلو كويرات، غندير وحدة كبيرة وحدة موية. هنايا خديت المقلاة الثقيلة دهنتها بشوية ديال الزبدة، غنرش الخليط اللي احتفظنا به هاد السلافة هادي، بالنسبة لي جات هاد المقادير كثيرة ممكن انها تقسمهم، انا هنايا حتى جيت نخرج جوجات، هذا علاش درت نص كيلو ديال السميدة. غناخد
هذا القياس هذا كيخرج وحده كبيره وحده متوسطه. نرش السميده ونقرص الحشره ديالي. النقله راه غير دفيتها ما خليتهاش تسخن مزيان. نقرصها بالكف ديالي باش تقاد لي مزيان. ناخذ المعلقه على هذا الشكل هذا باش تجيني مقاده. راه مازال تخمر هذه الحرشه هذه غير رقوها حيت فيها الخميره وارتاحت. صافي هنايا بالنسبه للحرشه غنديرها فوق البوطه ونشعل عليها النار تكون متوسطه، النار تكون متوسطه ونخليها تطيب مره مره. نبقى نقلبها بحال هكا نكحسها حدا البوطه باش تطيب ليا من الجناب وتطيب من الوسط و يتقاد فيها الطياب. غناخذ هاد الفرشيط هادي غندير ليها بحال هكا باش ما تطلعش ليا ودير ليا دوك الفقاعات. بسم الله انا غنديرها فوق البوطه ونشكل الثانيه. شوفوا ناخذ العجينه اللي بقات لي حتى هي غندير ليها نفس الشيء. هذا الشكل هذا نقادها بالجناب. حتى هي غنديرها فوق البوطه ونقص عليها العافيه ومره مره نبقى نحركها بحال هكا باش تطيب ليا في الجناب. بالنسبه لهاد الكبيره هادي كنظن راه طابت راه تحمرت. غنقلبها على هاد الشكل هذا. هنايا راه طابت كيف كتشوفوا. انا رجعت تكمل الطياب ديالها من هاد الجهه هادي اللي بقات الثانيه حتى هي طابت. غنرجع حتى هي نفس الشيء. بعد ما طابت جات على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا. هذه الكبيره والصغيره راه كتجي رطبه ها هي وشيشه ومقرمشه من برا ها هي كتجي على هاد الشكل هذا. كنتمنى يعجبكم الفيديو وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك وتشتركوا في القناة وديروا تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وإلى وصفة أخرى إن شاء الله.